ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الأربعون النووية. الأربعون النووية. الحديث السادس والعشرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا